بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلصنا كده المقدمة البسيطة اللي احنا خدناها، هنبدأ نخش في أول درس هنتعرض ليه، اللي هو الألوان والرموز. الألوان والرموز. طيب، هنتعرف في الدرس دوت بتاع الألوان والرموز دوت على تاج اللي هو البادي. نبدأ نشوف الخصائص بتاعت الوسم اللي اسمه بادي ده، أو الخصائص بتاعت التاج اللي اسمه بادي، عشان نوصل للألوان والرموز. الخصائص التاج اللي اسمه بادي، اول خاصيه هنتعرض ليها ان شاء الله، اللي هي خاصيه اسمها بي جي كولر. خاصيه البي جي كولر دي طبعا جوه التاج اللي اسمه بادي، يعني بعد كلمه بادي هناخد مسافه ونكتب بي جي كولر، ودي مقصود بيها لون الخلفيه بتاعت الصفحه، لون خلفيه الايه، لون خلفيه الصفحه. بياخد، خد بالك ان البي جي كولر دي احنا قلنا لون خلفيه الصفحه، فطبيعي ان الخاصيه دي قيمتها هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن لون. عن لون اي خواص من الخواص اللي هتيجي بعد كده ان شاء الله عايزه تاخد قيمه لون، هيمشي عليها القواعد اللي انا اقولها دي، او الطريقه، او هتتكتب بطريقه من الطريقتين اللي انا هذكرهم دلوقتي. تاني، خاصيه البي جي كولر دي هتاخد قيمتها هتبقى عباره عن لون. اي خاصيه من خصائص اللغه ديت هتاخد قيمه لون، هيمشي عليها طريقه من الطريقتين اللي هنقولهم دلوقتي. اول طريقه عندنا ان انت تكتب اسم اللون صريح، تكتب اسم اللون صريح زي ما انت حافظ، يعني كلمه بلاك او كلمه ريد او جرين او بلو، سيلفر، مش عارف ييلو، لون انت عارفه كده. لون يعني تقول مثلا ايه البادي، وتقوم تفتح كده تقوم عامل بادي وساب مسافه، تقوم قايل ايه البي جي كولر بتاعتي بتساوي، يا تقول بلاك يا ريد يا جرين يا بلو يا سيرفر. اما الطريقه الثانيه اللي هي طريقه بيسموها يعني ار جي بي، ار جي بي اللي هي الار مقصود بها الريد، والجي مقصود بها جرين، والبي مقصود بها بلو. ليه؟ لان هم دول الوان اساس اللغه، الوان الاساسيه في اللغه، او الالوان الاساسيه، مش في اللغه، الالوان الاساسيه في جهاز الحاسب ذات نفسه. دي الالوان الاساسيه اللي موجوده في الحاسب ذات نفسه. امال ايه الدرجات الكتيره اللي احنا بنشوفها في الجهاز دي؟ قال لك دي عباره عن درجات، تمام، عباره عن درجات متكونه تمام، او ايه، او مخلوطه، او اللون بيبقى متالف من خليط من ثلاث الوان اللي هم الايه، الاحمر والاخضر والازرق اللي قدامنا دول، تمام. عشان نبدا نكتب ديت، قال لك دي عباره، تبدا تحط درجه لون من الاحمر على درجتين لون من الاخضر على ثلاث اربع درجات من الازرق، واحد يقول لا انا هحط ثلاث درجات من الاحمر على خمس درجات من الازرق على مش عارف قد ايه من الاخضر، يعني بتقدر تحط عباره عن درجه لون. درجه ايه؟ درجه لون. قال لك هسيب لك من لكل لون من الالوان ديت خانتين ماشي، تكتب فيهم درجات الالوان، خانتين تكتب فيهم درجات الالوان اللي انت عايزها. كله من الاحمر سايبين لك خانتين تحط فيهم الدرجه اللي انت عايزها، من الاخضر درجتين تحط فيهم اللون اللي انت عايزه، من الازرق درجتين تحط فيهم اللون، درجه اللون اللي انت عايزه. كل الخانتين دول، الخانتين اللي بسيبهم لك دول بيكفوا لكتابه 256 درجه لونيه، 256 درجه لونيه. تقدر بقى تقول ايه، واحد درجه لونيه او اثنين درجه لونيه او ثلاثه او اربعه او 10 او 20 او 30، لكن لغايه 256. واحد يرد عليا ازاي احط في اثنين ديجيت في خانتين بس 256، وكلمه 256 دي 3 ديجيت، ثلاث خانات، ازاي؟ قال لك عشان يحلوا المشكله دي اتبعوا نظام اللي هو اسمه هيكسا ديسيمال، اللي هو النظام السادس عشر. والنظام السادس عشر ده باختصار اللي هو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ما خدش ايه بقى يعني، خد بالك صفر اتعدى، فقول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كده وصلت اهو ل 10 اعداد عشان معدود الصفر، تمام؟ 10 عدد، رقم 11 خانتين، لا هنعبر عنه بإيه؟ رقم 12 خانتين هنعبر عنه بـ، 13 خانتين هنعبر عنه بـ، وهكذا لغاية الإف، تمام؟ يبقى 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F، ده الهكساديسيمال اللي هو النظام السادس عشر. وبالطريقة دي لو أنا حطيت F F في الخانتين بتوع الريد، معناه أن أنا هحط درجات لون 256 درجة لونية من اللون الأحمر، واحط من هنا 256 درجه لونيه من اللون الاخضر، و256 درجه لون من اللون الايه، من اللون الازرق. يبقى اقل درجه لونيه، خلي بالك بتشتغل جوه الحاسب بس بلمض، يعني لمبه كده باللون الاحمر، وده بالاخضر، وواحده بالازرق،
وعلى حسب الدرجه اللي انت بتكتبها النور بيبقى قوي او بيبقى ضعيف. يعني لما اجي اقول له 0 0 معناه بقول له ما تنورش اللمبه الحمراء خالص، اما اقول 0 0 من الاخضر معناه ما تنورش اي درجه لون من اللون الاخضر، 0 0 من الازرق ما تنورش ولا درجه لون من اللون الازرق. ففي الحاله دي هيديك اللون الاسود، هو مش اسود لكن هو ما فيش ولا لمبه نورت في النقطه دي، فاديتك اللون الايه فتشوفها ايه لونها اسود. اما لو انا عايز اجيب اكبر درجه لونيه، تمام، قلت اف اف من الاحمر معناها حط 256 درجه بتوع الاحمر، يعني اللمبه الحمراء تنور على الاخر، واف اف من الاخضر يعني نحط 256 درجه لون من اللون الاخضر، واف اف من الازرق يعني 256 درجه من اللون الازرق، يعني نور اللمبه بتاعت الازرق على الاخر، نور اللمبه بتاعت الاخضر على الاخر، نور اللمبه بتاعت الاحمر على الاخر، فتدي نور جامد جدا تديك اللون الايه اللون الابيض. طبعا على حسب دوت تقدر ايه تالف الوان كتير. يعني على سبيل المثال كاكزامبل اقول بادي ومساوي مسافه ومقال البيجي كلر بتساوي ريد، ده لو انا هكتب اللون الايه اللون صريح على طول، او اكتب بادي مسافه بيجي كلر لون الخلفيه بيساوي، واحط ما بين سنجل كده اف اف معناها عايز احط من الاحمر كل او اللمبه تنور حمر احمر على الاخر، صفر صفر مش عايز حاجه من الاخضر، صفر صفر مش عايز حاجه من الازرق، في الحاله دي طلعك اللون الاحمر الاحمر، تمام، بدون اي درجات الوان داخله فيه. علامه الهاش دي يستحب بس تحطها قبل نظام الترقيم عشان الجهاز يستقبل او يبقى جاهز ان هو يشتغل بنظام الايه بنظام الترقيم وما بين سنجل. طيب الخاصيه الثانيه اللي هتكلم عليها من خصائص الوسم بادي خاصيه اسمها باك جراوند. باك جراوند دي اللي هي لون الخلفيه، اسف صوره للخلفيه، صوره للخلفيه ماشي، يعني هحط صوره للخلفيه بتاعت الصفحه. الصوره بتتحط ازاي؟ قال لك الصوره بتتحط، حط الصوره بتاعتك جنب ملف ال HTML بتاعك، تمام، حطهم جنب بعض، وهتكتب لي اسم الصوره دوت الامتداد بتاعها الاكستنشن بتاعها، تمام. يعني من الاخر الباك جراوند ده دي خاصيه عباره عن الباث بتاع الصوره، تمام، الباث بتاع الصوره. الامتدادات او الاكستنشن اللي بندعمها في الويب عندنا اول حاجه اللي هو الجي بي جي او الجي اي اف، تمام، او البي ان جي، دي الامتدادات اللي احنا بندعمها عندنا فين في الويب. لو انت على سبيل المثال عايز تشوف مثال نقول بادي ومسميين مسافه نقول البي جي كلر بتساوي لوجو دوت جيف، المفروض تبقى اسف تبقى باك جراوند، اهي صلحناها، تمام، بادي مسافة باك جراوند بتساوي مثلا صفحة اسمها لوجو دوت جيف او اي اسم صورة، يعني مش قصدي لوجو لكن قصدي اي صورة مثلا. فكده في الحالة ديت الصورة دي هتتعرض في خلفية الصفحة، لو كانت صورة صغيرة هيبدأ يرصها بالطول وبالعرض تحت بعضيها بحيث ان هي تملأ الصفحة وتملأ خلفية الصفحة كلها. طيب نتنقل كمان لخاصية تانية من خصائص الوسم اللي اسمه بادي اللي هي اسمها تكست، والتكست دي المقصود بيها اللون العام للنصوص في الصفحة. طبعا أي صفحة HTML بتبدأ تكتبها لأول مرة بيبقى اللون الأساسي بتاع الكلام هو اللون الأسود، هو اللون الإيه؟ الأسود. اما لو انت عايز تخلي لون الصفحه لون الخط الاساسي في الصفحه عندك لون معين بني مش عارف ايه كلام من دوت، يبقى انت هتحدد لون الخط الاساسي في الوسم اللي اسمه بادي في التاج اللي اسمه بادي بالخاصيه اللي اسمها تكست. اكزامبل مثلا بادي واسيب مسافه والتكست اقول له بيساوي ميد نايت بلو، ده لون من الوان او نوع من انواع او لون من الوان الخطوط. طبعا كتبته كده بالطريقه ديت اللي هي طريقه اللي انت هتكتب الخط جاهز، او ممكن تكتبه طبعا بالكود زي ما اتعلمنا لان دي خاصيه بتاخد لون، وزي ما عرفنا ان الحاله الاساسيه او الافتراضيه بتبقى اللون الاسود. نتنقل بقى كده اللي برضو نكمل بقيه الخصائص بتاعه الوسم بادي نكملها مع بعضينا. خاصيه